مارسيلو رونالدو الى منتصف سميح ديرو. انت تسفك فقط يا ايجوايل على خطيرة ورونالدو ومسجلان. سامي خطيرة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، جاء من بعيد من لعبة ثلاثية وسجل هدفه الاول هذا الموسم في الدوري. اي نعم سجل هدف في دوري ابطال اوروبا خطيرة، ولكن هذا الهدف هو الاول بالنسبة لسامي خطيرة في الموسم. تصل الان لمصلحة الريال، جول جول الريال، يقلص الفارق الان عند الدقيقة 68، يتخلص سامي خضيرة ويتقدم ويلعب له كرة قوية يسجل الهدف. والكرة تمشي على القائم الثاني، ترجع بنزيما خطيرة وكرة الهدف الأول للريال. المريجي يفتح بوابة التسجيل، المدريد يسجل هدف يغير به الواقع ويكتب به جديد الواقع. جول 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 ريال مدريد وجدارة. شوف الكرة، شوف العرضية، اسكون حط الكرة مع الريال من الثالث وتعطي فرصة، والثالث للمدريد، الثالث يجي الآن من سامي خضيرة. الهدف الثالث من سامي خضيرة في باسو زيل دي ماريا، الهدف الثالث للمرنجي. مباراة والأروع أو الشوط الثاني تحديدا خصيصا بالاسم كان الأروع. هنا سامي يبدأ، وهنا أوزيل يقول له برا السجل، برا السجل يا خضيرة، برا برا. وإيكر كازياس بإنقاذاته الثلاثة، وهنا هدف رابع من سامي خضيرة. ونعم سامي خضيرة يسجل الرابع، كما قلت الرجل تعود على التهديف وأحب الأهداف، وها هو يسجل في الدقيقة 89. إذن في أول 24 دقيقة هدفان، في آخر دقيقتين أو ثلاث هدفان، والحصيلة أربع أهداف مقابل لا شيء. سيد فلورنتين بيريز أكيد مرتاح وسعيد، بينما كارلوس موريو بد أمام المرمى لا زالت خطيرة. التسديدة قوي، جول 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 ثاني للريال. سامي خضيرة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد، الثاني لريال مدريد بمتابعة جوزيه مورينيو وبتقدم طبعا فاران. كارفخال يلعب لك كرة، يا سلام يا جارت بيل، الرابع 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 سامي، وما أجمل الأسامي يا ريال. خضيرة بريال أكثر خضرارا، خضيرة يضيف الرابع بهجوم بالدفع الرباعي بقوة بأسلحة لا ترحم. الريال ينهي المهمة في 35